بالنسبة لنا الامتحان ديال الآخر ديال 2014 علوم تجريبية شعبة بي سي. غادي نشوفو الجزء ديال الميكانيك. الجزء الأول هو هذا، تن بلا ما نقرا كل شيء. حركة رفع الحمولة بأحد أوراش البناء، تم تصوير حركة حمولة سي مركز قصورها جي وكتلتها ام 400 كيلوغرام. أثناء رفعها خلال الحركة يطبق الحبل الفولاذي على السي قوة ثابتة واتجاهاتها تي. نهمل جميع الاحتكاكات. ندرس حركة جي في المعلم أوكا المرتبط بالأرض الذي نعتبره جاليليا. لاحظ أوكا متجه نحو الأعلى. إذن عندنا هاي الحمولة ديالنا مرتبطة بواحد الحبل غادي تطلع لفوق وعندنا خاضعة للوزن تاعها. إذن بالنسبة للسؤال، بعد معالجة شريط حركة سي بواسطة برنامج مناسب نحصل على المنحنى الممثل في الشكل جوج الذي يمثل السرعة في جي. حدد مجال طبيعة حركة مركز، حدد طبيعة حركة مركز قصور جي في كل من المجالين الزمنيين 0.3 سكوند و 3 سكوند 4 سكوند. إذن تخصك تقرا التمرين بوحدك وتجاوب عليه وعاد تشوف الفيديو. دونك كنلاحظوا بان هنا السرعه في بدايه الزمن عباره عن مقطعين. المقطع الاول هو عباره عن داله خطيه اللي تتبدا من صفر حتى الواحد جوج ثلاثه سكوند، ومن ثلاثه الفوق لثلاثه الربعه. عاوتاني عندنا في داله يعني عباره عن مستقيم افقي يعني في ثابته. اذا بالنسبه لنا السؤال قال لنا حدد في هذ المجالين الزمنيين طبيعه الحركه. اذا على بركه الله نبدأ. بسم الله. إذن هذا هو المنحنى صحيح الفيزياء الكيمياء 2014 العادية شعبة الفيزياء الكيمياء. إذن عندنا ها هو المنحنى. إذن في المجال الزمني 0.3 سكوند من 0.3 المنحنى في إيكالا اف دو تي دالة خطية حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. إذن مستقيمية لأن المسار مستقيمي ومتغيرة بانتظام لأن السرعة ثابتة. ويقدر يكون عند السرعه عفوا عباره عن داله خطيه، ويقدر تكون عندنا ماشي داله خطيه، تقدر تكون تتالفيه غنقولوا حركه متغيره بانتظام. هنا راه في كتزاد مع الوقت غنقدروا نقولوا متسارعه بانتظام. بينما المجال من 3 ل 4 لاحظ من 3 ل 4 في كي دايره هي 12 ثابته، سرعه ثابته، الحركه مستقيميه منتظمه. اذا هذا بالنسبه للسؤال الاول بسيط. ندوزوا للسؤال الثاني. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد شدة القوة التي التي يطبقها الحبل الفولاذي في كل من المجالين 0.3 سكوند و 3 سكوند 4. إذا في 0.3 سكوند غيكون عندنا واحد التسارع من 3 ل 4 عندنا في ثابتة التسارع منعدم. إذا عندنا طبيعة حركتين. إذا خصنا نخدمو. دونك عندنا هنا ها هي الجسم هنا ارسعه وتخطيط الرسم ديالي مثلت عليه القوى. اذا احنا ما تهمناش في الامتحان تمثل القوى، كيهمنا بقدر الجواب. القوى المطبقه على الحموله بي الوزن والتي تاثير الحبل. اذا القانون الثاني لنيوتن بي بلس تي تيغالا ام ا. دونك غادي نديرو الاسقاط على المحور زد اللي هو محور الارتفاع نحو الاعلى. في المجال 0.3 سكوند الاسقاط على المحور او زد بي زد زائد تي زد يكالا ام ا زد. ممكن ندير الاسقاط عاد ندوزو يعني نقسمو المجالين. كنلاحظو بي عكس المحور زد، اذا بي زد سالبه هي موان بي تي غدا مع المحور، اذا تي زد هي تي. ها هي هاد ام جي اللي ناقص معاها لدوزنا لهاد جي غادا تولي زائد ام جي، وغادا تصبح لينا العلاقه تي يكالا ام فوا ا زائد ام فوا جي. ثم غنعملو بام وهذا تبقى لينا تي هي ام عامل ل ا زائد جي. فالتطبيق عددي قبل خاصني نحسب انا يعني الاخر التسارع، حيت التسارع ديال المرحله الاولى ما عنديش. باش نحسب التسارع ديال المرحله الاولى نرجع لهاد المنحنى اللي عندنا هنا. اذا كنلاحظ بان هنا ها هو عباره عن مستقيم، ناخذ جوج نقط من هذا المستقيم. انا نفضل ناخذ النقطه اللي عطاوني باش ربما نغلط ما نعاودش الغلط. اذا هذه النقطه عندها 4 وعندها 1 عطاوها ليا هما، وهذه النقطه عندها 0 0. اذا عندي له 4 الفوق على 1 ناقص 0 فوق على 0. اذا ها هي 4 على 1 ناقص 0 على 0 غادي تخرج لنا 4 متر سكوند موان 2. اذا لقينا التسارع
ثم غادي نعوضوا التسارع والكتلة 400 كيلوغرام في الفيزياء ما كنهاولوا كنخدموا بكيلوغرام، والجاية 9.8 5520 نيوتن. بين في المجال الزمني الثاني 3 سكوند 4 سكوند عندنا الحركة مستقيمة ومنتظمة، يعني التسارع يساوي صفر. نقدر نرجع إلى هذه العلاقة ونعوض أ بصفر، نقدر نعود نقول بأن الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام، يعني أن مجموع القوى كيساوي صفر، بي بلس تي تيكالا زيرو، وبالتالي بي تي تيكالا موان بي، الشدة بي تساوي تي ونخرجها. كتبقى نفس الفكرة، إذا أنا أفضل نعوض أ بزيرو، وهذا تخرج لنا تي هي ام جي، وهي تصبح 3920 نيوتن. إذا أنا لقيت تي في كلتا المرحلتين. هنا قالنا ثانيا السقوط الرأسي لجسم مع حمولة في الهواء، تتوقف الحمولة عن الحركة عند ارتفاع معين في اللحظة تي قال زيرو، يسقط منها جزء اس كتلته ام اس 30 كيلوغرام بدون سرعة بدئية. ندرس حركة مركز قصور جي اس لجزء اس في المعلم او جي بحيث المحور او يغريك موجه نحو الاسفل، ينطبق الموضع جي اس مع اصل المحور او يغريك عند اصل التواريخ، ونمدج تأثير الهواء على الجزء اس اثناء حركته بالقوة. هذه اللي مهمة لنا، اف يقال موان كافي او كاريف وجي. اذا هنا فاش كانت الحمولة طالعة طاح منا واحد جزء للكتلة ديالو 30 كيلوغرام، ها هي عندنا هنا ام اس، وأثناء السقوط ديالها كتخضع الوزن تاعها وبالإضافة لقوى الاحتكاك. هاد قوى الاحتكاك كتكون عكس جي، يعني عكس المحور إيكغيك. المحور إيكغيك دارو لينا لتحت، يعني إف هي موان ك فوا في أو كاري عدد سالب فوا جي. الشدة ديالها هي المنضم ديال ك في أو كاري غيتحيد الناقص، والمنضم ديال جي هو واحد. إذا هي القيمة المطلقة ديال ك في أو كاري موان ك في أو كاري هي ك في أو كاري، كعطاها لنا 2.7 في النظام العالمي للوحدات. نهمل تأثير دافعة أرخميدس، إذا دافعة أرخميدس ما عندناش غنهملوها. اعتمادا على معادلات الأبعاد، إذا معادلة الأبعاد حدد الثابتة ك في النظام العالمي للوحدات. إذا باش نعتمدوا على الثابتة معادلة الأبعاد نعتمدوا على هذه العلاقة ونخدموا بالمنضم. قالينا باعتماد معادلة الأبعاد حدد بعد ك. إيه إذن إف تيكالا موان ك في أو كاري فوا جي، ها هي. دونك من غادي نديرو المنضم غيتحيد الناقص وتحيد المتجهة الوحيد هي جي، لأن المتجهة الوحيد هي جي، المنضم ديالها هو واحد، ونستنتجو ك هي إف على في أو كاري، وبالتالي البعد ديال ك هو البعد ديال إف على في أو كاري. إذن إلا عرفت البعد ديال إف نوجدو، والبعد ديال في، في هي سرعة، والسرعة هي مسافة على الزمن، إذن هي إن لونغور على تي، سهلة السرعة. في كتساوي دي على دلتا تي، دي كنسميوها ال وتي هي تي. بالنسبه لاف غادي نخدم بالقانون الثاني لنيوتن، مجموع القوى يساوي ام ا، اذا مجموع القوى راه قوه، اذا اف هي قوه تساوي ام ا في البعد. اذا اف يساوي البعد ديال اف هو البعد ديال ام في البعد ديال ا. اتونسيون ماشي طبقت انا القانون الثاني لنيوتن، غير قلت مجموع القوى يساوي ام ا، اذا القوى البعد ديال القوه هو البعد ديال ام في ا، وقوة F بوحدة. إذن M فوا A، و A هي V على T، منين جبتها؟ A هي D V على D T، وبالتالي V على T في البعد كتحيد ديك بتي D، تبقى V على T. إذن فغادي نرجع لهاد العلاقة F M، ها هي هاديك V غادي نبدلها عاوتاني ب L على T، إذن هاد T ها هي، وهاد V غادي نبدلها ب L على T، فغيبقى لنا البعد. هاد M كنسميها M كبيرة، إن ماس لا ماس كنرمزو ليها ب M كبيرة، المسافات كنرمزو لهم بال كبيره، والازمنه كنرمزو لهم بالتي كبيره. ممكن نخلي الكروشي ممكن نحيدو بحال بحال، المهم من غنحيد لحيت بس في هاد بيتي تي وهاد بيتي تي ما نحيدش الكروشي، هي بيتي في، ولكن ما نخدم بهادو نقدر نحيد الكروشي. دونك غنرجع للفي، في هي ال على تي، وغادي نعوض في هاد العلاقه اف، هي اف كا هي اف على في، اف غادي نعوضها بهذه، ها هي خليت الكروشي بحال بحال قلنا، وفي او كاري غادي نعوضها بهذه اللي هي ال على تي الكل مربع، ها هي يا غادي تمشي لينا ال مع ال مربع، غادي تبقى لينا هذه ال مربع راهي ال في ال، غتبقى لينا ال تحت، وهذه تي مربع مع تي مربع وبجوجهم لتحت غادي تختازلو، غتبقى لينا ام على
ال. إذن البعد ديالك هو الكتله على مسافه، كتله على مسافه. دونك نقدر ندير لها هي ام ال موانزا، ها هي بعدك هو ام ال موانزا، والوحده ديالها هي الوحده ديال ام هي الكيلوغرام، الوحده ديال المسافات هي متر موانزا. اتونسيون هاد ام كبيره، ما كنعنيوش بها الميلي ولا شي حاجه، كنعنيو بها لا ماس. دونك احنا جاوبنا على البعد بهاد لا ميثود هادي. ندوزو دابا للسؤال اللي جاي من بعد. اثبت ان المعادله التفاضليه، جوج اثبت ان المعادله التفاضليه اللي تحققها السرعه هي هذه. اذا هذه المعادله التفاضليه راه فيها الجواب، هذه دي في على دي تي هي ا، ودي في او كاري اللي هي هذه شتيها، هذه فيها في او كاري. دونك غادي نديرو مجموع القوى يساوي ام ا، وغادي نحاولوا نبقاو غادي تنوصلوا لهذه المعادله اللي عطاونا او ما يشبهها. دونك ها هي، دونك القوى المطبقة على الجزء اس، دابا عندنا جزء اس في سقوط هي بي اس ديالو اف قوى الاحتكاك. اذا ها هي، ها هو اس، ها بي ديالو، ها اف، هاد بي دابا راه هي ام اس فوا جي. قانون ثاني كيقول لينا الا جمعنا هاد القوى كيساوي الكتلة ديال الجسم اللي هو ام اس فا، تبدلت الكتلة. دونك نديرو اسقاط على المحور ايكغيك، ايكغيك تا هو تغير، كان عندنا زيد غادي الفوق، دابا ايكغيك راه هو ناقص داك المحور زيد اللي عطانا بي ايكغيك زايد اف ايكغيك على ام اس واي ايكغيك. كنلاحظو بي نازلة، دونك بي ايكغيك هي بلوس بي، حيت بحالها بحال ايكغيك، شتيها بحالها بحال ايكغيك. اف هي العكس، اذا هي ناقص الشدة، ناقص الشدة هي ناقص ديك اللي وجدنا قبيلة اللي هي كاف و في او كاري. او بيان نقدر نعوض اف، المتجهه اف هي ناقص كاف و في او كاري فوا جي. اذا من عندي ليها اف ايكغيك هي الاسقاط ديالها على ايكغيك، والاسقاط ديال جي على ايكغيك هي واحد، غتبقى ناقص كاف و في او كاري. سواء غادي نخدم بالمنظم او غنخدم بالاخر. اذا ها هي ام اس فوا جي بي ايكغيك موجبه، اف ايكغيك هي ناقص كاف و في او كاري، والاسقاط ديال جي هو واحد، ام اس هي دي في على دي تي. دابا هاد ناقص كاف و في او كاري هما دايرين دي في زائد شي حاجه في في او كاري، دونك غنحاول نجيب في او كاري عند دي في على دي تي. من غنجيب ناقص كاف و في او كاري لهاد جي غتولي زائد كاف و في او كاري. دونك غادي نقسمو هنا على ام اس، غنقسمو هادي على ام اس، وغنقسمو هادي على ام اس، غتبقى هادي جي وهادي دي في على دي تي، وهادي زائد كا على ام اس فوا في او كاري. غنقلب الكتابة ديالها بحال غادي ندير هادي من هنا وهادي من هنا، حيت تساوي تبادلية ا تساوي بي، بي تساوي ا. دونك هاهي هادي قسمت على اس بقات دي في على دي تي، هادي قسمت على ام اس وليس على اس غتبقى لينا كا على ام اس في او كاري، وهادي قسمت على ام اس بقات لينا جي. ثم غنعوضو كا بالقيمة اللي عطانا 2.7، ام اس 30 كيلوغرام غنعوضوها، وجي 9.8، ويخرج لنا التعبير اللي عطيتينا. دونك هذا هو التعبير اللي عطانا دي في الى اخره. دونك هكذا غادي نكونو وصلنا للمعادلة التفاضلية التي يحققها هاد السرعة هي هادي. سؤال ثاني، حدد السرعة الحدية في ليميت. ديما من تسمع في ليميت بحال غتخدم في النظام الدائم، يعني السرعة ولات ثابتة، غادي تخدم في النظام. من غتولي السرعة ثابتة يعني هاد المشتقة غادا تمشي، هادي هاد المشتقة اللي بغيت انا نزرقها غادا تمشي لينا، هاد دي في على دي تي كلها غادا تمشي. غتبقى لينا 9 10 فوا في او كاري تساوي 9.8، وفي غادي نسميها في ليميت، لأن هذا هو الفكرة اللي غادي نطبقو هنايا. دونك في النظام الدائم دي في على دي تي غتمشي تساوي زيرو، حيت كانت عندنا دي في على دي تي زائد هاد القيمة تحيدات ولات لينا في في ليميت. في ليميت وكاري 9.8 على 9 10، غنديرو الجدر نتاع هاد القيمة، والجدر وفي راه بوزيتيف، دونك نديرو الجدر بلا ما نخافو 10.43 متر سكوند موان زا. دونك حنا حددنا السرعة الحدية، حينما أن السرعة مركز قصور اس عند اللحظة تي هي في ان 2.75 متر سكوند موان زا، أوجد باعتماد طريقة تولر سرعة في دو عند اللحظة تي دو إيكالا تي ان بليس دلتا تي، حيث خطوة الحسابيات. دونك ديما طريقة اولار غادي نحسبو ا و في خطرة واحدة. دابا هو في السؤال قال لنا حسبو في دو وعطينا في ان،
دونك الا عطانا في ان رجع لهذه المعادله اللي عطاك، ما تستعملش شي معادله اخرى مثلا الا عطاك المعادله التفاضليه هو استعمل ديالو. من غدير هاد في هي في ان غادي تكون هذه هي ا ان، وتستنتجو ا ان. من غنستنتجو ا ان غادي نستنتجو في 2. الان نحاولوا نشوفوا كي غادي نديروا لها. إذن هالمعادلة التفاضلية اللي عندنا دي في على دي تي نسميها ا، و تسعو ديس موان دو في او كاري غادي نجيبها لهنا، تولي تسعو ناقص تسعو ديس موان دو في او كاري، يعني هادي دوزتها لهنا و هادي سميتها ا. دابا من غندير هادي في ان غتكون هادي ا ان، من غندير في دو ا دو، من غندير في اي غتكون ا اي. دونك غنعوضو في ان عندنا القيمة ديالها عطاها لينا، إذا لاحظ هي في ان عطاها لينا 2.75، دونك غنعوضوها وغادي نستنتجو ا. دونك هاهي ا ان ايكال 9.8 ناقص 9 ديس موان 2 فوا في ان او كاري، نعوضو في ان ثم غادي نوجدو التسارع ا ان ايكال 9.12 متر سكوند موان 2. دونك لقينا التسارع، دونك الامر سهل. بقات لينا كيفاش غادي نحسبو في 2. حنا نستعملو واحد الطريقة هادي غادي نجيبوها من عندنا اللي تنستعملوها في طريقة اولار، في اي بلس ان إيكال أي فوا دلتا تي بليس في إي، زعما في أن في دو غادي تساوي أ اللي قبل هي أ أن في دلتا تي زائد في اللي قبل من دو هي في أن. مثلا أ تلاتة في تلاتة غاتساوي أ دو دلتا تي زائد في دو، في خمسة غاتساوي أ ربعة ديما اللي قبل، في خمسة تنقص واحد غاتولي لك ربعة، أربعة في دلتا تي زائد في ربعة. دونك هادي هي لا ميثود اللي غادي نديروها في في دو، عفوا في دو كتساوي أ اللي قبل من جوج هي أ أن في دلتا تي زائد في أن. استنتج عندنا هادي عندنا هادي عندنا هادي، غادي نحطيو مع الزمن يكون بالسكوند وخلاص، ونحسبو في دو هي 2.97 متر سكوند موان ذا. دونك هكذا غادي نكونو جاوبنا على الجزء الأول. غيبقى لينا الجزء الثاني، هو نواس أفقي، هاهو نواس مارين أفقي. في النواس المارين أفقي راه إف ولا تي اللي بغيتي تسميها إف إكس هي ناقص كا إكس و إكس، الإنرجي بوتونسيال أو بي أو طاقة الوضع المارينة، الإنرجي بوتونسيال إلاستيكية أن دومي كا إكس و كاري بليسون كونستانت، وخلاص عطانا كا شتيها. قال لينا بدون احتكاك، هيا انت خصك تقرا النص ديالك الاخر حيت حنا تحكم علينا الوقت الفيديو. قال لينا نزيح افقيا عن موضع توازنه، شكون هو الجسم في المنحى الموجب بمسافه اكس زيرو. اذا جريناه في المنحى الموجب بمسافه اكس زيرو، يعني اكس زيرو بوزيتيف، ونحرره بدون سرعه بدئيه عند لحظه نعتبرها اصلا للتواريخ. إذا عند تي إيكالا زيرو غنطلقوه بدون سرعة بدئية من واحد الموضع اللي الأوفصول ديالو موجب، إذا داك الأوفصول راه هو أكبر أوفصول هو إكس ماكس. إذا فين ما تسمع أنت بدون سرعة بدئية وطلقناه من واحد الموضع اللي هو عنده المسافة موجبة راه تعرف هي إكس ماكس. بدون سرعة بدئية وطلقتيه من واحد المنطقة اللي هي سالبة كون كبسناه دينا هنا غتكون هي ناقص إكس ماكس. دابا لاحظ معايا بدون سرعة بدئية، يعني في الأولانية في الانستون تي إيكالا زيرو إيكالا زيرو، وبالتالي الطاقة الحركية الأولى اللي هي أن دومين في أو كاري تساوي صفر. هو السؤال اللي غادي يجينا من بعد. إذا هاي نختاروا المستوى الأفقي المار من جي مرجع لطاقة الوضع التقالية. إذا فين ما يكون عندنا أفقي في الحالة وتنختاروا ما طاقة الوضع من كدوز من جي، يعني راها غتكون طاقة الوضع التقالية منعدمة ما كايناش. والحالة التي يكون فيها النابض غير مشوه، هاد كلمة غير مشوه يعني الطول ديالو يساوي الطول الأصلي على زيرو. وفي حالة النابض الأفقي من تيكون النابض غير مشوه هي موضع التوازن. حالة الأفقي من يكون النابض غير مشوه يكون الطول ديالو هو الطول الأصلي، كيكون النابض غير مشوه يعني أن موضع التوازن يعني إكس إيكالا زيرو. إذا ف طاقة الوضع المارينة الحالة المرجعية ديالها هي او بي او ايكالا زيرو، هي عند اكس ايكالا زيرو النابض غير مشوه. نحصل بواسطة عدة معلوماتية ملائمة على المنحنيين ممتنين لكل او سي و او بي او، واحد فيهم غيكون او سي وواحد فيهم غيكون او بي او، ما عرفناش.
أي من بين المنحنيين ألف وباء المنحنى الذي يمثل سي؟ أنت قلت لنا في التمرين أن عند اللحظة T إيكالا زيرو في إيكالا زيرو، إذا إلا كانت في إيكالا زيرو أس إيكالا زيرو، نمشيو نشوفو منين بدا المنحنى، بدا واحد منهم من صفر وواحد من واحد القيمة موجبة، داك اللي بدا من صفر راه هو أس، علاش؟ لأن في إيكالا زيرو، وداك اللي بدا من قيمة ماشي يعني كبيرة قيمة قصوى غيمثل لنا أو بي أو، علاش؟ حيت عند T إيكالا زيرو ننطلق من اكس 0 اللي هي اكس ماكس غتكون او بي او ايغال يعني او بي او ماكس. علي الجزء الثاني، هذا هو المنحنى اللي عندنا. المنحنى الف يمثل الطاقه الحركيه لان عند اللحظه تي ايغال 0 تلقى الجسم بدون سرعه بدئيه من الموضع الذي له اوف زول اكس 0 ايغال اكس ماكس، هذه مش مهم تكتبها، هذا تقول تلقنا بدون سرعه بدئيه يعني في ايغال 0 او سي ايغال 0، وبالتالي المنحنى اللي بدا من الزيرو هو المنحنى الف اللي هو خط متصل. ونقدو نعلو عاوتاني علاش الاخر او بي، لانه عند اكس تساوي صفر عند تي ايكالا زيرو اكس ايكالا اكس ماكس او بي ايكالا او بي ماكس. نشوفو السؤال تاني، استنتج قيمة المسافة اكس زيرو. باش نستنتجو اكس زيرو خصنا نقلبو على او بي نتاع x0 اللي هي اوبي ماكس. اذا اوبي او ام الطاقه الميكانيكيه شنو هي؟ بلاتي واقيلا غيسولنا الطاقه الميكانيكيه، غلط، احسب قيمه الطاقه الميكانيكيه. الطاقه الميكانيكيه هي اكبر طاقه، اكبر طاقه هي هذه، اكبر طاقه وضع من تكون الطاقه الميكانيكيه سي زائد اوبي، هذه او سي ايكالا زيرو، اذا او ام هي اوبي. هاي هنا عاوتاني او سي ماكس او بي ايكالا زيرو، من غنجمعهم غتلقانا. اذا الطاقة الميكانيكية هي هاد الخط اللي غادي يمر من هنا، هادي 0.5 نزيدو عليها 0.5 هي 1، نزيدو عليها 0.5 هي 1.5، نزيدو عليها 0.5 هي 2. اذا قلت لك انا هنا لاحظ معايا او ام هي او سي ماكس هي او بي او ماكس تساوي 2 ملي جول، هي هاد الخط هذا اللي رسمته انا هنا يا بالاحمر تقريبا الى بعد، ها هو من الفوق دايس. شوف ها هو غيبان لينا دابا، ها لاحظ غيترسم واحد الخط عندنا تما، تي هو ضعيف صغيور. دونك او ام يا او سي ماكس يا او بي ماكس تساوي 2 ملي جول، اكبر او بي واكبر او سي، حيت من تكون او سي ماكس او بي ايكالا زيرو، من عند جمع تبقى او سي ماكس، من عاد تكون او بي ماكس هاي او بي ماكس كتكون او سي ايكالا زيرو، من عاد تكون او سي ماكس او بي ايكالا زيرو، ولا جمعناهم غنلقاو 2 ملي جول، هاي جوج شتيها، ورقم الارقام ديالك كتكون جوج جوج. بقات لينا استنتج قيمة المسافة اكس زيرو، نقدرو نستنتجوها من او ام ماكس ولا هادي. اذا او بي او هي ان دومي كا اكس كاري بلس ان كونستانت، الحاله المرجعيه هي طاقه الوضع المرينه النابض غير مشوه، يعني اكس ايكالا زيرو او بي ايكالا زيرو لا كونستانت ايكالا زيرو، غتبقى لنا او بي او هي ان دومي كا اكس او كاري، اذا انت لعاودت اكس بزيرو او بي بزيرو غتخرج سي ايكالا زيرو، زيرو زيرو غتخرج لنا سي ايكالا زيرو، ويصبح لنا التعبير ديال او بي او هي ان دومي كا اكس او كاري. اذا نقدروا نديروا او بي الكبيره هي ان دومي كا اكس زيرو، اكس زيرو اكس ماكس هي اكس زيرو، شتيها هاي هنا، ونستنتجو اكس زيرو، او لا نديرو او ام هي ان دومي او بي او ماكس هي ان دومي كا اكس او كاري، هاي او بي او ماكس هي ان دومي كا اكس او كا زيرو او كاري. اذا اكس زيرو هي جوج او بي او ماكس على كا، او بي او ماكس راه هي او ام، نعوضوها ونخرجوها 0.02 متر، سا فدير 2 سنتيمتر. قالينا باعتماد تغير طاقة الوضع المرينة للمجموعة المتدمدمة بأوجهة الشغل تي، شنو هو الشغل ديال تي باعتماد الطاقة؟ الشغل ديال تي هو ناقص دلتا او بي، لاحظ مين مشى من ال او لقوة الارتداد تي من طرف النابض على اس عند انتقال الجسم، عند انتقال الجي من الموضع ا ديال اوفصول اكس ا ليا اكس زيرو، شنو قلنا على ا؟ على اكس زيرو لا هي اكس ماكس، تكون طاقة الوضع كبيرة، هاي طاقة الوضع ماكسيمال اللي هي جوج، الى الموضع او اللي هو اكس ايكالا زيرو، وحنا لقينا التعبير ديال او بي هي ان دومي كا اكس او كاري، نعوضو اكس بزيرو غتعطينا او بي او ايكالا زيرو. اذا
إذن ها هي الشغل ديال تي من اكس 0 نحو او ناقص دلتا او من اكس 0 نحو اكس تساوي 0 نحو 0 هي ناقص شنو هي دلتا او بي؟ دلتا او بي هي او بي النهائيه ناقص او بي البدئيه، هي او بي او ناقص او بي ديال اكس تساوي 0 ناقص او بي ديال اكس 0. هذا الناقص خلينا على برا، هاد نصايبو هادي بوحدها بشويه علينا. ها هي او بي ديال او نتاع 0 هي ان دومي كا اكس 0 مربع هي 0. راه هاد هنا من عندنا او بي هي او بي او ديال اكس 0 هي هادي، من عندنا او بي او نحيدو هاد ماكس ديال اكس غنعوضو نتاع اكس غتولي ان دومي كا اكس، من غتكون اكس تساوي 0 غتعطينا 0. او بي او دو اكس 0 هي او بي او ماكس هي 2 ملي جول، اذا هادي 2 ملي جول وهادي 0 غادي تخرج لينا. هيا الشغل ديال تي هي ناقص 0 ناقص 2 ملي جول هي 2 ملي جول. هكذا غادي نكونوا سالينا هذا الامتحان اللي عندنا هنا، ونتمنوا الامور تكون مزيانه كلشي ينجح.